دكتور اهلا وسهلا فيك على اكسل وين اونلاين. اليوم شفنا تجربه فريده يمكن من نوعها، شفنا قبل مثلها بجبال، كنتوا ذكرتوا انه صارت التجربه قبل بجبال، واليوم عم نشوف تجربه حلوه لجوره الترمس. جمعوا تلاميذ من مختلف الجامعات على تنفيذ بروجي للقصر البلدي. خبرنا اكثر عن هيدي التجربه اللي عشتها اليوم وشو رايك بالبروجيات اللي انطرح. اوكي، هلا تجربه فريده من نوعها من ناحيه البروسيدور تبعيتها. سبق وكنت بجوري ببلديه جبال وكانت تجربه كثير منيحة، كمان شفافية وكل شيء هو مطلوب بقلب جوري لكونكور من هالنوع، واللي ربح ما كان حدا بيعرفه وطلع بالآخر معروف جدا، يعني هشام سركيس وتشز، هو دين بجامعة بأمريكا كولومبيا يونيفرسيتي اي ثينك او هارفارد، وان اوف ذا بيجست يونيفرسيتي. بالنسبة للتجربة هون كمان كتير حلوة كانت. الحلو فيها اول شيء انه دخلت او عملت عطت مجال للشباب انه يشتركوا. بجبال كانوا مهندسين عندهم خبرة اكتر، بينما هون اللي اشتركوا كان في طلاب اخر سنة وكان في ناس تخرجوا ما صار لهم اكتر من 3 سنين، وشغلة منيحة لانه عطت مجال للشباب مهندسين شباب انه يبينوا، والمشروع اللي تنقى بكل شفافية كمان وما في أي تدخل حتى ما حدا يفكر. في تجارب غير وكانت شو بقولوا disappointing، مخيبة، يعني ما كانت مثل ما الواحد بينتظرها. فإيه تجربة حلوة والله يوفقكم وعمر معكم. كيف تلاقي اليوم تفاعل الشباب؟ يعني شفناهم خريجين جديد عم بيقدموا بروجيات، نوعية البروجي أو نوعية الأركيتكتشر اللي عم بيقدموها كيف تلاقيها اليوم نسبة للأركيتكتشر الموجودة بلبنان؟ هلا إذا بدك شهادتي أنا مجروحة لأن أنا أستاذ جامعي عميد بكلية العمارة بالأنديو. الشباب حماسهم أول شيء كتير مهم، مبين على كل حال من البرزنت، لأنه بجبال ما كان في برزنتيشن المشاريع، بس نعرض المشاريع وكان ما منعرف مين اللي قدمه. بينما هون التجربة كانت على مرحلتين، المرحلة الأولى كان في بريسيلكشن بين تقدم 15 مشروع، وصل 8 منهم، نقينا 5 وهذا كان مسكر ما منعرف مين الأشخاص اللي نقيناهم. اليوم عملوا برزنتيشن، البرزنتيشن بينت الباك جراوند تبعهم قد هو سوليد قوي، اساسهم قوي، وبتصور بيروحوا لبعيد. حتى هلا ربح واحد بس الخمسه يلي تنقوا خمستهم فيهم مجال انه يروحوا لبعيد بمشاريعهم. نحن بنقول لكم ثانك يو على مشاركتك اول شيء بهيدي الجوري، وبنقول لكم مرسي لانه انتم بسببكم وصلوا هوت لميز لهون كمان، هودي تجربتكم وتعليمكم، فيعطيكم الف عافيه على هالشيء الحلو اللي قدمتوه. ثانك يو لكم. ثانك يو لكم كمان للبلدي، يعطيكم العافيه.